السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد لي كروكيت بالروز والطون، كيجيو رائعين بزاف ولدات وكيبغيوهم الوليدات. هاد الوصفات يعني اللي كتكون خفيفه وسهله وبسيطه في نفس الوقت فكتعجبهم وكيبغيو نكثروا منها، وخصوصا في هاد الحل سخون. فهاد لي كروكيت بالروز غادي نحتاجوا فيهم، هنا درت 400 غرام ديال الروز، الروز غير العادي هذاك اللي كيعجن لينا او بالاحرى اللي كنديروه بالروز والحليب، فسلقته في الماء والملح وخليته حتى تعجن بحال هكا، يعني ضروري خصو يطيب حتى يتعجن. وما نديروش في هذه الوصفه الروز كلاصي، هذه الوصفه كيتمشى فيها غير الروز العادي. غادي قلت 400 غرام اللي مسلوق في الماء والملح، غادي يحتاجوا معاهم 100 غرام ديال الشريمي هكا مقطع رقيق، قزبر ومعدنوس، 100 غرام ديال الفرماج احمر يعني هكا محكوك، غادي يحتاجوا واحد العلبه ديال الطون بالزيت، شويه ديال البزار مع شويه ديال البودره ديال الثوم. هاد الوصفه كدار فيها حتى طريطقه ديال الكوزه محكوكه، فانا ما درتهاش. فهنا كيف كتشوفوا كناخذ هذا الرز ديالي اللي سلقته، غادي نضيف ليه بودره ديال الثوم، واحد المعلقه صغيره هنا في 400 غرام ديال الرز، 100 غرام ديال السوريمي. فبحال هاد الوصفات كيف كنقول كيعجبوا الوليدات ديالنا، خصوصا في هاد الحال اللي سخون ديال الصيف. فغادي ندير هنا قزبر ومعدنوس، وكيف قلت لكم هاد الوصفه اللي انا ما درتش فيها ولي ناقص فيها هو غير سميتو الكوزه محكوكه، 100 غرام ديال الجبن احمر، وهنا غادي ندير شويه ديال البزار وعاد نفرغ فيهم الطون ديالي. ما غنديرش الملح لان دايره الرز مسلوق بالملح بنين بالملح. هنا غادي ناخذ البسكا هذا الطون ديالنا وغادي نحلو كيف كتشوفوا، وغادي نفرغو. ممكن ديروا زوج د العلام، ممكن ديروا ثلاثه يعني على حسب الذوق ديالكم نتوما. هي صافي غادي نخلط هذه المكونات مع بعضياتها حتى ينسجموا ليا مزيان. انا غادي نخلط بيديا لان ما بحال هكا مزيان، خصو يتعجن وتحسوا به ملي نديروه كويره غادي يتكور بحال هكا. كتشوفوا ما درنا فيه لا عطريه لا والو، غير هكا كيجيو بنان. هذاك السوريمي كيعطي واحد المذاق زوين مع الجبن الاحمر، غادي يعلقوا من الداخل. كيف كتشوفوا انا كنخدم بيديا، اللي مولف يخدم بالفرشات ولا بالمعلقه يدير الفرشات والمعلقه، فانا كنبغي هكا وخصوصا هاد لي كروكيت خصك تعجنيهم بيديك. وكنأكد على الرز خاصو يكون الرز العادي ماشي الرز كلاصي. صافي دابا غادي نحطو على جنب وغادي ندوز نوجد لابانيوغ ديالنا فاش غادي ندوزو هاد لي كروكيت ديالنا. فغادي نحتاج الخبز المحمص اولا لا شابلوغ مع البيض مع الدقيق والزيت طبعا للقلي. دابا غادي ندوزو نوجدوهم قبل ما نقليوهم، فكناخذ الكميه اللي عندي كامله، كندهن يدي بشويه ديال الزيت وغادي ناخذ الكميه اللي عندي كامله نكورها، يعني هذه كنحيدوا علينا شويه ديال التمر، يعني ماشي او ميم طون نكورو كنحيدوا علينا شويه ديال الخدمه. كنديروهم كويرات القياس اللي بغيتو نتوما على القياس اللي تتبغيو
وغادي نكورهم ونحطهم في واحد الطبيصيل، ومن بعد عاد ندوز للمقله واللافانيغ ديالهم، يعني نديروا ليهم البيض مع لا شابلوغ مع الدقيق الابيض بحال هكا. فهاد الرز كيجي المذاق ديالو بحال المذاق ديال السوشي، ممكن نعمرو به السوشي، مي هذا انا غنديرهم دي كروكيت كيجيو لذاذ بزاف. ف كوروهم بحال هكا، المهم القياس ديال الكويرات اللي بغيتو نتوما. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي كاملين، وندير الزيت ديالي السخن ونتلاقاو باش نبداو نقليو مع بعضياتنا. دابا غادي ندوزو للمقله، فدرت الزويته ديالي كتسخن، لي كروكيت غادي نبداو ندوزوهم اول مره. المره الاولى غنديروهم في البيض في الدقيق عفوا بحال هكا، من بعد غادي نديرهم في البيض مزيان، من بعد في لاشابلو، يعني الطريقه العاديه نلبسهم مزيان بحال هكايا. غادي نحط ندير وحده اخرى، شو راه كي يعني ما كيبقاوش يتعلقوا، ما كيبقاوش زعما يلصقوا في اليد، فالروز كينشف. فمباشره في البيض، و لا شابلو، وهكا حتى نكمل الكميه اللي غتقدني في المقله اللي انا دايره. نحاول نلبسهم مزيان بلا شابلو، صراحه غنجيب واحد التوصيل احسن. درت في الطبيصيل شويه مرح نمرحو فيه، فغادي ندير في الدقيق البيض كامله من الجوانب كامله يعني البيض، ومن بعد لا شابلوغ، ونحاول نلبسها مزيان بحال هكايا في لا شابلوغ. ودابا غادي ندوزو نديروهم في المقيله ديالنا. كتشوفوا دابا غادي ندوزو نقليوهم. فالمقله ديالي راه درت الزويته كتسخن، مني غادي مني تسخن ليا الزيت نقص البوطه للاخر ديالها. صافي وغادي ندير الكويرات ديالنا ونخلي البوطه على درجه حراره متوسطه باش ماشي يتحرقوا لينا بحال هكا. هنايا نوره بنتي تطيب تكتوكه، وانا راني ديجا منزلاها معكم، غادي نحط لكم الرابط ديالها. فهنا كيف كتشوفوا كنحس بهم بداو كنبدا نقلب فيهم بحال هكا، فتيجيو رائعين بزاف، كيجي اللوين ديالهم غزال. صافي نخليهم على درجه على العافيه متوسطه حتى يتحمروا لينا، وغادي نتلاقاو باش نقدموهم بالصحه والراحه. هادو هما لي كروكيت ديالنا ديال ديال الرز والطون، كيجيو على هذا الشكل لذادين بزاف، شي حاجه اللي خفيفه وديال هذا الوقت يعني ديال فصل الصيف، ممكن نستعملوها حتى مع السندويشات. شي حاجه بسيطه ومكونات متوفره في كل بيت، كل سيده ممكن توجدها للوليدات. فغادي نقسم لكم وحيده من الداخل باش تشوفوها كيف كتجي انتو. فهو كنقدموهم مع الكيتشوب، يعني كنغمسوهم في الكيتشوب ديالنا. الى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.